السلفية في الجملة ما تحلب الدنيا ولكنها تحلي الدنيا. السلفية في الغالب ما تأتيك بأموال، وإن كان الحمد لله يحصل خير لكن ليست كغيرها، ولكن والله من كان على منهج السلف يعيش في سعادة عظيمة وفي لذة عظيمة ولو كان فقيرا. فالسلفية ما تحلب الدنيا في الغالب ولكنها تحلي يعني الدنيا.